فهمتوا يا شباب؟ اتونسيون اتونسيون، حنا كي كنا في العشريه السوداء كنا صغار، مي ما نقولش لان كان الناس زادوا في العشريه السوداء، بصح لازم تكونوا اذكياء. حنا راحت لا جوناس تاعنا كي كنا في العشريه السوداء، بكري كان لي زالمون يجيو، لي زاميريكا كان يجيو بلي فورغون تاعهم بلي فواتور تاعهم يجيو اون الجيري. قال لك سي 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 لو سول بيي في السبعينات. انا شفت هكذا كنت صغير، كان دي زالمون يجيو بلي فورغون هادو تاعهم. دونك شوف كيفاه ولينا الان، حتى واحد ما يقدر يجي عندك، فهمت؟ لي فيلاج لي فيلاج يديروا اون ليست هكذا، يكتبوا يجيبوا كاع لي سوكودو، يروحوا لي سكوتي تو لا مونتاني تو ولا للغابه. كاين كيف هم يعيشوا الان في امريكا، احنا في الجيري كنا نعيشوا هكذا، هاك لي سبري هذاك تاع اخرج تلعب تقرا، كاين كلش كاين كلش، لا التوريزم لا سيكوريتي. الان ما تقدرش تقعد قدام باب دارك، شفتو؟ دونك لازم تكومباري، احنا لازم نروحوا للاحسن افيك لو طون افيك لا تكنولوجيا افيك لا مودرنيتي افيك الكتابات لا بارابول الانترنت، لازم نروحوا لقدام ما نوليوش للور. ها ما نوليوش للور. هذوك الناس اللي راهم يجيبوا لكم يكذبوا عليكم، يقول لك نجيب لك لا ديموكراسي، نجيب لك انت كي تشوف هنا كاين واحد الحاجه مثلا تغذك عمرك، كي تكون مثلا في البلاد ما عندك والو، وبعد تشوف واحد يهضر لك مثلا في امريكا في لونجلتيرا تو، تشوف النيفو تاعو عالي خدام تو لاباس عليه، بصح شوف واش يعطي لك، واش يهضر لك، اسكو يقول لك لازم تروح للاحسن ولا يقول لك ايا حرق دارك، اسكو يقول لك حرق دارك ولا يقول لك لازم تافونسي. ثم اللي تشوف واحد اسكو بغالك بغالك الخير ولا ما بغاكش الخير. هادو الناس ولادهم ولادهم راهم يقريو ويقراو دون دي زونيفرسيتي اللي كيما نقولو بريستيجيوس، اوكي فيموس، اوكي سي دي زونيفرسيتي تري كونو، هم يقراو ولادهم هم يقراو ثما، لان علاه عندهم دي فاسيليتي كيف يدخلوا، عندهم البيمنت هم يجي غالي باش تقرا ثما، مي هما عندهم قال كيما نقولوا على بالهم قال طراطك كيف يدخلوا ثما، ولادهم هم يقراو ثما. حنايا يقعد لك من انجلترا يفتح لك هذاك الانترنت ولا السكايب يقول لك يصدر رانا معاك. انا واحد اللي يدير هكذا، واحد اللي يدير هكذا لي دو، اللي يهضر من لونجلتير واللي يلاكسبت هذوك الناس اللي جونيورو في في زوج دي جونيورو، وحده وعايشه لا بيل في في لونجلتير ولا لا سويس، يهضر مع شعب في اون الجيري يقول لك يا صدم حرق باب دارك، وانت تقول لي هذا بغاني حاجه مليحه، بغالك تطرقطق البلاد كيما كان حتى واحد يجي هو يجي هو على دبابه كيما نقولوا كيما جاو كاع كاع كاع. لازم تشوفوا ليستوا، حنا البروبليم تاعنا ما نقراوش ما نشوفوش واش صرا في ليبيا واش صرا في العراق. العراق كانوا في برا، كانوا في انجلترا، كانوا في اردن، كانوا جابوهم حطوهم في الحكم، في ليبيا كانوا في فرنسا كانوا جابوهم حطوهم في الحكم، في سوريا في انجلترا في ليزيتازوني يجيبوهم ثاني، كاين ليك سي لا ميم استوار. دونك هما بغاو يلعبوا نفس الاسطوره نفس العمل، قال لك حنايا نديروا كاع التاويل تاعنا وبعد يجيبونا هذوك الارمي ولا يجيبونا هذوك لوطو يجيبونا يحطونا الشرعيه. قال لك حنايا
ميم سي حتى كان ميزيرمون لا ميزيرمون لازم نديرو فرق ان اسلاميست ميم سي حتى ان اسلاميست انا قلت لكم الا ان اسلاميست هذا يخدم لي زانتيري تاع لي زاميريكا ولا لي زانتيري تاع لونجلتير مليح اوكي وبعد نوليو لا كريز اكطويال اون الجيري سواء انا قلت لكم ايكونوميك هضرنا عليها هذا الامن الناس راهي تدخل تخرج تو لي زيليكسيون انتيسيبي اي تو دونك نتايا خمم انت في عقلك شكون تحط بريزيدون تاع لا تاع الجيري دون لا كريز اكطويال شكون اللي تحط ان بريزيدون دون لا كريز اكطويال اي واحد اللي تجبد كان عنده نقائص ونقائص كثيره ماشي لان علاه الا انت عندك اون فيجن تاع ليبراليزم اوكي ولا عندك اون فيجن تاع لا بريفاتيزاسيون اي تو شكون تبع الا عندك لا فيجن هذيك سوسياليست المقاومه والشعوب تو شكون تبع Donc, les élections anticipées en Algérie, les djaïens, c'est un mouchkil kbir. Il y a un mal facile. Moura, ou les djaïens, il y a un mal de l'économie. Il y a un mal de l'économie. Il y a un mal de l'économie. لازم بوتفليقه يدير لهم انكو يحط واحد انتيريم لازم يدير هكذا لازم يحط واحد انتيريم طروازون لان علاه لو كان دير مثلا تقول هما يندير لي زيليكسيون الان نوليو هنا نفس العقده وين يصدموا كاع هاي هذا يجبد هذا يجبد هذا يجبد بصح كي تحط واحد انتيريم عندو نفس لا فيزيون تاعك tu vas donner le temps للشعب و لادمينستراسيون تاعك باش تولي الى نفس المنهاج باسكو الى تجي ديريكتومون الناس ولفت هكذا السيستم هكذا واحد السيستم ومن بعد انت تجي واحد نقول مثلا نخدم عليه جابته يدير لك 180 درجه ديريكت يجيب لك واحد الريح هذاك الاكسجين لازم تخلصو اونرجي يجيب لك واحد العقليه خامجه يقول كلش تخلص كاش باطل تروح لوبيتو تخلص بصح يكون سيرفيس بصح الناس ما راهيش واجده كيما حنا دخلنا لا الملتي بارتيزم حنايا ما راناش واجدين بريسك طاف شاد لي خرج قال هما يا خلق البارتي 120 واحد خلق بارتي 120 واحد الناس ما تعرفش من با تروح انت 15 واحد تخلق بارتي بوليتيك سي كوا لا فيزيون تاعهم سي كوا لا فيزيون تاعهم الى الانتيري تاعك هو الشعب الانتيري تاعك هو الاقتصاد الوطني الانتيري تاعك هو لا بروسبيريتي تاع الجيري كيف يكون عندك 120 واحد اختلاف يا يا تروا سيستم في الاكونومي يا تروا سيستم مثلا في لا بوليتيك ليديولوجي كيف انت تجيب 120 عقليه ها هاي لك البروبليم تاعنا الى مثلا الناس كاع عندهم ان فيزيون وحده الدوله الشعب لا بروسبيريتي لا كولتور ان سول فيزيون ومن بعد يولي لو فونكسيونمون اسكو انت سوسياليست اسكو انت ليبرال اسكو هاتيت الاختلاف القوميون هادو لي ناسيوناليست لا هاي لك الاختلاف بصح ما يكونش 120 بارتي بوليتيك يكون شويه لا فيزيون كل واحد يدير اون فيزيون بيسك لو برينسيپ تاعنا كاع الاهداف تاعنا كاع نفسوه بغينا لا بروسبيريتي بغينا الشعب يكون مثقف كاع الناس راهي تهضر على هذا الشيء
normalement, il y a seulement deux partis politiques pour l'Algérie. L'Amérique, il y a trois tendances. Il y a Jumhuri, il y a démocratie, il y a Filwassat, indépendant. عادي يقول واحد وراه الديمقراطية كي تكون عندك دو شوا يا تكون هكذا يا تكون هكذا هاي ليك إيه لازم تخمم مليح مليح اتونسيون لان الناس اللي تهدر هنا واش تبراتيكي امريكا ولا فرنسا ولا سي 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 ديفيرون سي ديفيرون واش تقول في بلادها ما لازمش يكون في البلدان الاخرى تقدم لا تكنولوجي لا بروسبيريتي لا ليبرتي ديكسبرسيون كي نقول لا ليبرتي ديكسبرسيون ماشي با سي با نيمبورت كوا لا ليبرتي ديكسبرسيون يخرج الناس للشارع يقول لك هنا الشرعيه الناس هادو تاع الفيس مثلا اللي يخرجوا للشارع يقول لك حنا شرعيه حنا اللي دينا ليزيليكسيون نقولوا بالك داوها في التسعينيات داو كلش داو لا بي ان داو لا بريزيدونس داو كلش اسكو انت تقدر تجي تروح دير لا ليبرتي ديكسبرسيون اسكو تقدر الى داها علي بالحاج اسكو تقدر دير لا ليبرتي ديكسبرسيون تهضر ولا لي كراتيا مثلا الجيريا ولا دي جون ما على باليش اي ثقافه تاعهم اسكو يقدروا يخرجوا اون الجيري لو كان حكمها علي بالحاج علي قلت لكم لا ديموكراسي تاعهم ولا لا ليبرتي ديكسبرسيون تاعهم هي الحل الوحيد والطريق السريع باش يهديوا الحكم وبعد كي يهدوا الحكم يقطعوا هذيك الورقه يقطعوها ما يخليكش تهضر جامي يهضر اي واحد منهم وما جبتش ما جبتش كلام الله ولا كلام الرسول جامي جامي يهدر واحد جبدها ما جبتش هذاك يفتح القران يهدر لك من القران بيان سور هذاك كلام مقدس بيان سور الناس قاعد تبعو شوف انت واش عندك في مخك شوف انت واش عندك في الورقه تاعك واش كتبت جبني احاديث ولا جبني القران الايات بيان سور تقنع الغاشي دونك اتونسيون اتونسيون ولينا الى نفس الكلام جاب الله با يجمع الاسلاميين يدير نفس الشيء اللي داروا علي بالحاج عباسي مدني عباسي مدني باش تكون القوه تاعو باش يدخل ليزيليكسيون قال كان نجبد كاع لي بارتي اسلاميك هادو كاع ما يتفاهموش واحد صوفي واحد سني واحد وهابي المهم يكون عندي العدد المهم يكون العدد هاي ليك لان لادفيرسير تاعو لادفيرسير تاعو بويسون كاين دوز ادفيرسير لا فافاس لا فلان وهو فهمتو دونك واش دارو لو برومي تور هادو كاع الاحزاب كاع كل واحد شد 2000 300 400 6000 ايتو بصح بور لو دوزيام تور كاع يروحوا مع لا فلان القوه شوف شحال جبت لا ماجوريتي دونك عباس المدني باش يدير لا كونتر بارتي لا بالونس مع كاع لي بارتي بوليتيك هادوك اللي كاع ساندو لا فافاس ولا فلان دونك لي ديموكرات كاع نورمالمون يسوتنيو عيد حمد وكاع لي ناسيوناليست والقوميين يروحو يسوتنيو لا فلان ميم سي ما تفاهمش معاه مي بور كونتر كاري هذاك لي زيسلاميست لازم تسوتني واحد الا ما تفوطيش هايليك واش حصل هايليك المشكله دونك عباس المدني واش دار ماشي باسكو ذكي ولا ستون تكنيك بوليتيك ستون تكنيك ستون تكنيك الا بغيت تربح في لي زيليكسيون تستعملها اي واحد يستعملها يربح في لي زيليكسيون دونك جبت كاع لي بارتي هادوك جبت كاع لي طوندونس هادوك اسلاميست اي نيد يو انا نستحقكم
مهما كانت الصفة تاعك، نهضر من بعد، من بعد صوفي، من بعد انت وهابي، من بعد انت مثلا شيعي، من بعد كل واحد، من بعد نهضر، من بعد من بعد كي نربح نهضر. اوكي دونك جاب الله باي دير نفس الشيء. جامي رؤساء اي موفمون اون طونك ليدر باي الان يقول هما هي الاسلام، الاسلام لازم يجمعنا، الاسلام العروبه باش ما يدخلوش الدرجه، باش ما يدخلوش اي يضربك واحد الاشياء. تخلع منين يجيبوا هادوك الا لا باش يكونفينكيو هذيك لا باز. دونك انا كي نهضر هكذا سي ا لون تيرم، كاين ان اليكسيون راهي جايه و ما بغيناش ان نطيحوا في نفس المشكله. ما كاش بوتفليقه، بوتفليقه هو اللي يقول لك، يقول لك هيا جي اورغانيزي ان اليكسيون انتيسيبي. خلاص عيان وديجا عنده في العقليه تاعو، قال في الجارين قالوا لك عنده ثلاثه في مخه، الاخضر الابراهيمي سلال ولا او يحيى. دونك نقدر نهضر على او يحيى ا بارتير ليستوار تاعو، تقدر تهضر مثلا على الابراهيمي ابارتير ليستوار تاعو، مي سلال جو فوا با وين نديروه. سلال الى هو اللي يحطو، لان ثلاثه سلال ويحيى مع الابراهيمي هذا اللي راه في الامم المتحده. دونك لي زيليكسيون انتيسيبي هادو يكونوا هضره كثير عليهم، يكون الهضره بزاف عليهم. دونك المهم تكون لي زيليكسيون ديموكراتيك. اخويا الا بغيت تدخل، والناس اللي راهم ما يعرفوش كيف يديروا السياسه لازم يبداو من دوك، لازم يبداو من دوك. اي واحد ما عندهمش لي تكنيك باش يبداو، باش يدخل ديجا، باش يدخل لي زيليكسيون ما عندوش لي تكنيك. اللي ما جمعش 60,000 سيناتور يقول لك انا ما ندخلش لي زيليكسيون، دو لي زيليكسيون تاع لي ديكتاتور. هو ما قدرش يدخل، ما عندوش نون رومبلي با لي كونديسيون هذيك، باسكو يا دي كونديسيون ا رومبلير. دونك سوا لا ناسيوناليتي، سوا لو نومبر، سوا كاين بزاف. Donc si tu remplis pas les conditions adultes, donc je pense pas que tu vas participer aux élections. Donc les gens qui veulent apprendre la politique, ils veulent entrer, c'est le moment opportun. Parce qu'ils travaillent, ils se rassemblent, ils entrent avec le peuple. Al-muhim, tahallaw fi rwahtikoum, ma'a salama, tahallaw fi l'blad. مرسي ما راناش عايشين في البلاد، مي تهلاو فيها، لان هاد الناس يعني من بعد هادو اللي كما نقول اليوتيوب يقعد بعد تشوفوا كاع واش هدرنا، كاع وصلنا ليه كاع. لا ليبي كانوا يقول لك يا روحوا، عباس المدني كان يهدر بيان سور فرنسا لازم تدخل، رشاد كاع مي كي تهدمت ليبيا قال لك يا دي جون لي ما يبغوش هذا الشعب يتحرر، هدموها ليبيا، هدموها. كي ما كان والو في ليبيا الان،
دونك لا سول شوز اللي انا فرحان سي كو هادوك لي ريفوجي كي دخلوا لهم لوروب هكذا شافوا باللي هما اللي راحوا واش داك لسوريا واش داك ليبيا واش داك البلدان هادي دونك هادوك لي ريفوجي دالو مليح اصدم على البلاد تاعهم اصدم اصدموا كاع دونك هاي باش يجي الان تشوف باللي تقيسك كي كانوا ميتين في سوريا حتى واحد ما كان يسمع طرواسون ميل مور بصح كي دخلوا لهم الان سور لا فرونتيير تاعهم بداو يترعدوا هاي الحاجة اللي أنا فرحان بها ما مسي تمزروا هادوك لي ريفيجي ماتوا الجوع المشاكل الضرب بصح كي دخلوا لهم هادوك لي كابيتال اوروبيان هاي حسوا بهم الان ومازال واحد الافريكان كان يخدم في ليبيا اوكي كي سقساتو لا كاميرا قلت لهم انايا شوي نيجيريا نخدم في ليبيا جي جامي بونسي نروح للاوروب جامي دونك ان جامي بونسي نروح للاوروب علي واش داك ليبيا من بعد ولا لنيجيريا النيجر اي مين لان ما كانش الخدمه ما كانش والو علي فهمتوا دونك الان لازم الشعب الالماني والشعب المجري والشعب كاع الشعوب هذيك يشوفوا واش يسواو هذوك الناس هايلي الا ما وكلوا لهمش يسرقوا يديروا اشياء يديروا دي كريميتو دونك لازم الان يشدوهم يديروا لهم كلش بالسيف بالدرع ولا يديروا اي شيء قالك حنا فالي لديبورتي لبلادهم وين ما كان ما عندهمش بلاد كسرت بلادهم بالالوف مازال يخرجوا يجيو لداركم على هذا فرنسا ما تقدرش الان تبوجي ما ديرش دير حاجه ديريكتومون لالجيري لازم دير دي كوليس دير هذوك دي تحت لان على عندنا 7 ملايين الجيريان ثم دير حاجه للجزائر ينوضوا 7 ملايين يكسروا لها البلاد هاي لك كيفاه ثقافة جديدة هاي دخل تما عشش ما يقدرش يبدي توشي لبلادك ما يقدرش دونك لازم يلقى دي سوليسيون ديبلوماتيك لازم يدير دي كوليس لازم يدير دي كو دي طام اللي ما تقش الشعب لان على فاميلتك راهي تما فاميلتي راهي تما كاع اتونسيون ما خموش على هادي يقولك حنا كي يموتوا هادوك يموتوا ما خموش باللي حنا اللي عندنا لا فورس الان في لترونجي لازم ندخلوا لازم تدخل لا بوليتيك لازم تكون بالقوه تاعك ثم في البلاد هذيك ما يقدر يدير والو يحصل خليكم فيها هنا مع السلامه.